وهلا مشاهدينا رح نروح نحن وياكم لمحطتنا الحواريه الاولى لحتى نحكي عن الارقام والابراج والحظوظ. رح نقول يسعد صباحك لسيده وفاء حبيب ام علاء. يسعد صباحك. الله يسعد صباحك زينه وصباحك مدام عبير، صباح كل الموجودين معنا، صباح سوريا. ام علاء بدنا نقول لك يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي ومنغير شر عليك العافيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سعيدين انه انت بصحه وعافيه وموجوده معنا بحلقه هذا اليوم. تسلمي الله يخليكي. ام علاء بدنا نبلش مع مواليد هذا النهار، مواليد 2011، كيف بدها تكون سنتهم القادمه؟ بعد ما نقول لهم كل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله كل عام هم بالف خير. مواليد 2011 بحب عايد مدام ضحى حمود، اليوم عيد ميلادها، عقبال ال100، بقول الله يخلي لك اولادك وزوجك و كل شيء بتحبيهم. السنة عندهم شهرة عالية جدا أو تشهير، ينتبهوا كثير من القيل والقال على السمعة. بعض مواليد 2011 عندهم شيء له علاقة بمركز بالعمل، بيحصلوا على مركز ولكن كثير يهتموا، ممنوع الخطأ ومخالفة القوانين. بدهم يزرعوا هاي السنة اللي يحصدوا بسنة 2018 اللي هي سنتهم بامتياز، يبلشوا من هلا يزرعوا فبيكون حصادهم كثير كبير. بالنسبة لعامهم الفردي عندهم رح يقضوا وقت طويل خارج المنزل، في تغييرات يرحبوا فيها لأنه جزء ما بيتجزأ من حياتهم. عندهم بالصحة فقط عدم الإفراط في أي شيء ولا يستعجلوا الأمور، يكون هذه تقريبات شيء بسيط يعني، الحمد لله ما في شيء بالصحة بإذن الله، وشيء تناسلي ومحتمل شوية زيادة وزن بس ما يأكلوا همها لأنه بتروح لحالة يعني، جسمهم بيهتدي لوزنه الطبيعي. ينتبهوا لها حتى شهر آذار على المال لأنه عندهم متحرك، بعدين أمورهم بتكون كتير ناجحة وحظوظهم كتير حلوة، عقبال المية ينعاد عليهم. أكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. وبدنا نبلش مع الأبراج جميعا، بداية مع مواليد برج الحمل، شو بدنا نقول لهم لليوم؟ صبح على مواليد برج الحمل ولكن مدام عبير، وبقول لهم اليوم وبكرة كتير حلوين للأولاد، للاهتمام بشؤون الأولاد، مريح عاطفيا وعائليا افضل من الايام السابقه، ببلش انه يحس بالراحه والطمانينه مولود الحمل بهاليومين. بعدين عنده يومين يكثر الاعمال يعني، بحس حاله مكركب في سعي وركض وشغل وانشغالات طارئه لم تكن بحسبانه، ينتبه شوي على صحته لا يرهق نفسه بالعمل. عنده يومين كثير ينتبه فيهم من المشاكل والتعصيب والانفعال. بعدين عندهم يوم في تصحيح للاوضاع، في عندهم امور ماليه بيناقشوها، قبض اموال من خلال قرض او دين او ما شابه ذلك، بيع شراء، كل هالامور هي، وشي استشفاء صحي طالا او يطال احد افراد العائله. شو بدنا نقول لمواليد برج الثور؟ نصبح على مواليد الثور ونقول لهم اليوم وبكره عندهم انشغالات بامور شخصيه عائليه منزليه، اعطال، اصلاحات، كركبه عائليه، قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه. عندهم يومين كثير حلوين فيهم مثلث فلكي بيقطفوا ثمار جهودهم، يومين عندهم اهتمام بصحه المقربين، قد يمرضوا او يزوروا مرضى، في شيء له علاقه بالعمل، قد يكلفوا بمهمه لازم يكونوا قدها. عندهم يوم في تعصيب وانفعال ومشاكل كثير كبيره، فينتبهوا نحن عم نحكي من 20 حتى 26 الشهر. اما حظوظ مواليد برج الجوزاء شو بدنا نقول لهم؟ بنصبح على مواليد برج الجوزاء، اليوم ناجح، اليوم وبكره ناجحين، للاخوه، للاتصالات، ناجح دراسيا، للسفر، لكل شيء. عندهم يومين كثير متعبين، بحسوا اعباء وضغوطات عائليه، عندهم يومين كثير حلوين تهدأ خواطرهم، يوم في كثير شغل، كثير تراكم اعمال، انجاز للاعمال، اهتمام بصحه المقربين. اما مواليد برج السرطان شو بدنا نخبرهم؟ بنصبح على مواليد السرطان، السرطان تقريبا كل الاسبوع حلو معه عدا يومين، فاليوم وبكره كثير حلوين ماليا، بيقبض اموال، هاي كثير رح ينبسطوا مني لانه المال صار هدفنا. وعندهم يومين فيهم فرص للمصالحات اذا كانوا متزعلين هني وحدا، للتواصل، للتنقل، للحكي. عندهم يومين متعبين شوي يعني، بحسوا انه امورهم ما نزابطه، انشغالات بامور شخصيه عائليه منزليه. اخر يوم من الاسبوع يوم السبت ممتاز معهم لمواليد السرطان. اما مواليد برج الاسد شو بدنا نقول لهم؟ بنصبح على مواليد الاسد، الاسد بعد يومين من التعب والارهاق وانه ما في شيء عم يزبط معه، اليوم بينطلق كثير انطلاقه رائعه جدا، اموره كلياتها بالف خير، بحس حاله انه منور مضوى، اذا حابب يغير المظهر الخارجي. عنده يومين ماليين بامتياز، عنده يومين مناسب للسفر، للنجاح، للتواصل، للاتصالات، فقط اخر يوم من الاسبوع شوي بيتعبوا لمولود السرطان. وصباح الخير لكل مواليد برج العذراء. بنصبح على مواليد العذراء، بالنسبة للعذراء اليوم وبكرة فارغين من الحظوظ والطاقة، لا تبدأوا بجديد، انتظروا حتى وصول القمر لبرجكم ب 22 شهر، بتنطلقوا بأسبوع رائع جدا لكل شيء.
أما أيام وحظوظ مواليد الميزان شو بدنا نقول لهم؟ بنصبح على مواليد الميزان اليوم وبكره كثير حلوين للحياة الاجتماعية، للتعارف، للسفر، للتنقل. عندهم يومين الرؤية غير واضحة، لا تأخذوا قرار حاسم، كونوا روتينيين بكل ما تقومون به. بعدين آخر ثلاث أيام من الأسبوع كثير حلوين، في انطلاقة بداية مشروع جديد، إذا حابين يغيروا بالمظهر الخارجي فرصة مناسبة. آخر يوم من الأسبوع عندهم مال كثير. ونهار جديد بنتمنى سعيد لكل مواليد برج العقرب، شو بدنا نخبرهم؟ نصبح على كل مواليد العقرب، وعليك زينة، وانتي طبعا مواليد هالشهر ان شاء الله كل عام وانتي بألف خير. فهاليوم هذا عندكم شهرة عالية جدا، يعني الأضواء مسلطة عليكم، بتكونوا منورين مضوايين وفي إطراءات، ولكن إذا عملتوا غلط كمان بتكونوا مراقبين. عندكم يومين اجتماعيين بامتياز، يومين فارغين من الحظوظ والطاقة، يوم 26 شهر بتبدأوا بأسبوع رائع جدا، شو ما حابين تقوموا أي عمل حابين تقوموا فيه بيكون ناجح. أما مواليد برج القوس شو بدنا نقول لهم؟ بنصبح على مواليد برج القوس اليوم وبكره كثير حلوين للسفر، للاوراق، للرومانسيه. عندهم يومين الاضواء مسلطه عليهم، ينتبهوا كثير من القيل والقال والخطا ومخالفه القوانين، لانه اي غلط بيعملوه بيدفعوا ثمنه غالي. عندهم يومين اجتماعيين بامتياز، اخر يوم من الاسبوع لا تبداوا بجديد فارغ من الحظوظ والطاقه، تشعروا بانكم يائسين مالين، بس ما تخافوا، قد يفضلوا البقاء حتى في السرير، يعني انه ما يقوموا من تختهم. اذا كنتوا بدكم تروحوا على عمل لاداء اي عمل، فانا بتمنى توكلوا ناس حظوظهم حلوه يوم السبت، او انتم كثير تنتبهوا على اغراضكم تتفقدوها قبل ما تطلعوا برات البيت. اما مواليد برج الجدي شو بدنا نقول لهم؟ نصبح على مواليد برج الجدي، الجدي كان باليومين السابقين كثير تعبان، اليوم بلشت اموره افضل، اليوم وبكره تصحيح للاوضاع، دعم مادي او معنوي بيتلقاه من الاخرين لإله. عنده يومين مولود الجدي كثير حلوين لكل ما يريد القيام به. المواليد الجدي اللي حابين يسافروا بيسافروا، حابين يوقعوا اوراق بيوقعوا، حابين يكونوا رومانسيين بيكونوا، يعني كل الامور كلها مفتوحه على الحظوظ الحلوه. عندهم يومين بيحصلوا على مركز بالعمل او مسؤوليه تلقى على عاتقهم لازم يكونوا قدها، لا تتأففوا يا مواليد الجدي من المسؤوليات. اخر يوم اجتماعي بامتياز، في على علاقات، صداقات، ناس جدد بيدعوا على سهرات، مناسبات، حفلات، فانا بقول لهم اقبلوا الدعوات، تكونوا مثل الفراشه من مكان لمكان. اما ايام وحظوظ مواليد برج الدلو؟ مصبح على مواليد الدلو، اليوم وبكره من اصعب ايام الشهر بالنسبه لهم، هو شهر بشكل عام متعب عليهم، واليوم يعني اجتمعت التحديات، الاخصام، المنافسين، الاعداء، الشركاء، كلياتهم تعصيب، انفعال مع الزوج، مع شركاء العمل، فكتير ديروا بالكم هاليومين، لانه بعد يومين في كتير حلوين، امور عقار، ارث، مال، حصول على مال، شيء استشفائي صحي، يطالكم او يطال احد افراد العائله. عندكم يومين كتير ممتازين لكل ما تريدون القيام به، وخصوصا اذا حابين يسافروا مواليد الدلو فالامور كثير مسهله، اذا حابين يوقعوا اوراق فبتجي تواقيعها كثير بسهوله ويسر. اخر يوم من الاسبوع في عندهم راح يكونوا كثير منورين مضوايين على الخطا وعلى الصح، يعني فاذا عملوا شيء ايجابي بيلاقوا الاطراءات، اذا عملوا شيء سلبي بيلاقوا التوبيخ، او بتوصل الامور معهم لطريق مسدود، قد يكون طريق قانوني. بدنا نتمنى لهم التوفيق. واخيرا مواليد برج الحوت بدنا نقول لهم يسعد صباحكم. ونصبح على مواليد الحوت، اليوم وبكرة عملي بامتياز لأمور العمل، اللي عم يبحثوا عن عمل بيلاقوه، اللي عندهم شغل بينجزوه في إنجاز الأعمال، تراكم للأعمال، اهتموا بصحتكم، خصصوا وقت للراحة. عندهم يومين كتير بيلاقوا شريك الحياة، ولكن انتبهوا كتير من أخصامهم وأعدائهم ومنافسينهم. عندهم يومين فيهم دعم مادي، إرث من خلال امرأة، أو تواقع أوراق قانونية، أو بيصير مشكلة توصل للقانون، كتير ينتبهوا. آخر يوم من الأسبوع كتير حلو معهم. أكيد بدنا نتمنى لجميع المواليد ولجميع الأبراج السلامة والتوفيق. ومعنا أول اتصال. ألو، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. صباح يا هدى، كيفك؟ كيف عم تسمع علاء؟ أكيد بتقدري. عن مين بدك تسألي؟ بدي أسأل عن رولا بنت نادية. بنت نادية 27/1/1990. أيوه. تكرم عينك. بدك تسألي عن حدا تاني؟ أيوة أنا هدى بنت نادية 19/8. ايوه 1993. تكرم عينك. اعرف عن السنه الجديده شو حاملنا من حظوظ الي ولاختي. تكرم عينك، يسعد صباحك. شكرا. اهلا وسهلا فيكي. بدنا نبلش مع هدى بنت ناديه 19/8/93. سنتها يعني متابعه حلوه، ما تخاف هدى،
حظوظها كثير حلوه، ناجحه بكل شيء، راح تتابع معها حتى تشرين الاول، الامور كثير كثير ممتازه معها، ولكن بعد منها بدها تنتبه اخر ثلاث اشهر من السنه من المشاكل، من التعصيب، من على السمعه، على كل شيء. فعامل فردي 18/26/27 في ختم تصفيه غربله، السنه الجايه بتبلش عندها بدايات جديده، وجوه جديده، اذا كان عندها هوايه بتحولها لمشروع تجاري بيكون جدا ناجح. عامل فردي واحد، فبيعطيها بالصحه عيون واسنان بسنه 2017. بس بشكل عام سنتها حلوه، متابعه كثير 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 حلوه، وخصوصا اول 9 اشهر. طبعا هدى مذكور اسمها في القران الكريم، شوي بتعبه عاطفيا تنادى الهدى فبترتاح، او نور الهدى فحظوظها بتكون افضل. وشو نقول لاختها رولا بنت ناديه 27/1/90؟ بالنسبه لرولا هلا اسمها متعب، ولكن ارقامها هاي السنه اول 9 اشهر كثير حلوين من سنه 2017، بسبب طبعا هي بصير عندها سنه جديده من عيد ميلادها، بس بصير عندها بكل الفتره شيء حلو بسبب تواجد المشتري في برج هوائي صديق لبرجها، فبيعطيها حظوظ للسفر للتنقلات، اذا كانت هي بتحب تكون مضيف الطيران او تسافر او تروح او تجي، فهالامور هاي كثير مفتوحه مع لرولا، او حتى هندسات يعني هدول مجالاتها، فامور السفر مفتوحه عندها اول 9 اشهر رائعه جدا. اخر 3 اشهر بدها تنتبه كثير كثير من القيل والقال على السمعه، وقد يحصل عندها شهره عاليه جدا بمجال ما، مجال عملها، يعني ما ضروري تشهير انه سلبي، قد يحصل شهره عاليه جدا بالنسبه لها. بالنسبه لعمل فردي عندها ارتباط، اذا ما كانت مرتبطه عندها فرصه ارتباط بسنه 2017. بدنا نتمنى لهم التوفيق، ولصفاء بدنا نقول لها يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا، صباح النور. بس لو سمحتي بدي اسال عن صفاء بنت هيام. صفاء ولا صفاء؟ صفاء. صفاء بنت هيام. ايوه، مواليدك يا صفاء؟ 21/10/95. 21/10/95. وبدي اسال عن محمد بنت هيام. محمد بنت هيام ابن هيام. 28/4. ايوه 2002. اهلا وسهلا فيك. شو بدنا نقول لصفاء بنت هيام مواليدها 21/1/95؟ 21/10 يمكن. انا عفوا 21/10. ف حاملت لها حظوظ كثير كثير كبيره، تنادى صفا حاليا، ان الصفا والمروه من شعائر الحج مذكوره في القران الكريم، صفا نهر على القمر، فتنادى صفا حتى تتزوج، بعدين فينا تنادى صفا. حظوظها كثير حلوه السنه، حلم لها صعب ويتحقق، بتناله اخر 4 اشهر من سنه 2017، يعني ما هلا، هلا مثل اذا عم تجهز نفسها، لانه هي اخر درجات برج الميزان، فباذن الله عندها حظوظ كثير حلوه، عندها بحياتها خطوتين عاطفيتين، حياتها على سفر، وعندها بتدقق على التفاصيل الصغيره، وقد تعتبر انه بتنقي كثير، وهذا ولكن نقى مجدي وللانجاز، تبرع في الدراسات العلميه. بدنا نتمنى لها التوفيق لصفاء. شو بدنا نقول لاخوها محمد ابن هيام مواليده 28/4/2002؟ كانه تاسع يمكن. 28/10 28/4. ايه عنده نجاح ان شاء الله بسنه طبعا اسه بيدخل عيد ميلاده حتى تجي الامتحانات، بس بشكل عام كعام فردي عنده نجاح، عنده اهتمام بصحته، ينتبه كثير على صحته، هلا هو كثير عم يعذبهم، وخصوصا بهالشهر يمكن كثير عذبهم، خلاهم انفعاليين عصبيين، بس ما تاكلوا هم، عنده نجاح واموره بسنه 2017 افضل من 2016 باذن الله. اكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. ومعنا اتصال. الو الو، صباح الخير. صباح النور. ممكن احكي مع المدام ام علاء؟ اكيد ممكن تحكي. عن مين بدك تسالي يا هديل؟ هديل بنت اميره. هديل بنت اميره 17/6. ايوه 86. 86. واميره بنت فاطمه. واميره بنت فاطمه 13/1. 63. تكرم عينك. صحه ومال. تكرم عينك. اهلا وسهلا فيك أميرة بنت فاطمة 23/1/63. شو بدنا نقلها؟ هلا بتتعرض لقطوعات صحية كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالضغط، شيء تناسلي، بتجري أكثر من عمل جراحي وبتنجى منهم على خير، تنتبه من التعصيب، الانفعال، هذول كثير بيأثروا عليها، وقد يحصل عندها شيء له علاقة بجهاز الهضم، يعني هاي نقاط ضعفها. بالنسبة للمال، شهر شباط وآذار بإذن الله عندها فيهم أمور مالية كثير كبيرة. وشو بدنا نقول لهديل بنت اميره 17/6/86؟ بالنسبه لهديل، بالنسبه للامراض عندها، بدها تنتبه على جهاز الهضم، الاسنان،
شيء تنفسي تناسلي الواقع الكسور الربدة تمزق الأربطة، يعني بتجري عمل جراحي ما تخاف تنجى منه على خير. بالنسبة للمال يأتيها المال بشهر ميلادها أكثر شيء، والشهر الشهر كمان كانون الثاني وشهر تموز، هدول الأشهر فيهم مال لها. بدنا نتمنى لهم التوفيق. ولنغم بدنا نقول لها يسعد صباحك. صباح الخير. أهلين يا نغم. ممكن احكي مع ست معلقة؟ معك معلقة. عن مين بدك تسألي؟ عن نغم بنت عفاف. عفاف؟ مواليدك يا نغم؟ 10/1/96. 96. بدي اسأل عن دراستي وعن العاطفي والعمل. حدا تاني؟ ماهر ابن عفاف. ماهر؟ مواليده؟ 23/9/92. 92. اهلا وسهلا فيك يا نغم. شو بدنا نقلها لنغم بنت عفاف مواليد 10/1/96؟ بالنسبة لنغم طبعا اسمها موسيقي، بتكون هي نحيفة كتير، يعني أهلها بيلحقوها بالأكل، عصبية كتير كتير، بس كبرت يعني بيتعدل جسمها. بالنسبة للعمل تفتح أبواب العمل عندها بعد بيدخل عيد ميلادها، حتى شهر حزيران إن شاء الله 2017. عامل فردي السنة متعب، السنة القادمة إن شاء الله أحسن، يعني بتكون أمورها أريح. في عندها شيء بالصحة، الحساسية الجلدية سنة 2017. أمور المال فاتحة عندها، بس دخلت السنة الجديدة بصير أمور مالية كتير حلوة بالنسبة ل شو اسمها لنغم. لنغم بدنا نتمنى لها التوفيق لنغم وأخوها ماهر ابن عفاف مواليده 23/9/92. هو من أول المحظوظين بهاي السنة، لازم يكون حصل على شيء. إذا كان عم ناوي سفر بتفتح أمور السفر، إذا كان دراسة كمان أمور الدراسة كلها ميسرة، ولكن كتير ينتبه من الحوادث والمشاكل بكل حياته، بصير عنده قضية قانونية. هو رأيه دائما مختلف عن رأي أهله وعيلته، دائما عنده رأي مختلف عنهم كلياتهم، فهذا بيخليه أنه حيادي يعني، أو يعني ما كتير بيعجبه مثلا، ما كتير في توافق بينه وبين أهله، فكتير بده ينتبه لهالنقطة. بيحمل أرقام الوراثة من الأهل، مال أو أمراض أو اثنين سوا. حظوظه بهالسنة لازم يستغلها، لأنه لا تتكرر إلا كل 12 سنة. أكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. ومعنا اتصال. ألو. ألو. يسعد صباحك. صباحك أكثر. أهلا وسهلا. بدي أحكي مع مدام معنا. تكرم عينك. عن مين بدك تسألي؟ بدي أسأل عن حالي وشو برجي. تفضلي. رؤى صقر بنت كتوب. بنت كتوب. أيوة. 25/1/79. 79. أيوة. وبرجي، وهي أنا عملت عمل جراحي من فترة. وبدي أشوف شو أوضاعي لقدام. صحيا. تكرم عيني. يسعد صباحك. هلا. رؤى بنت كتوب 25/1/79. صحيح. أول شيء برجة 25/1 يدلو، بس طالعة من اسمها واسم الوالدة 8/12/20/20/28/29/35. طالعة الدلو كمان، طالعة الدلو. فبالنسبة لها يعني برجة الدلو طالعة الدلو، هي عندها رقم انه تتعرض لقطوعات صحية وبتجري اكثر من عمل جراحي، واي عارض صحي لا تهملي الصحة يا رؤى، لانه كتير بتتعب. انا بتمنى ينادوا لها روى، فبتروي العطش والمرض وكل شيء اكثر من رؤى. رؤى جمع رؤيا من الاحلام يعني، اما روى فاسم نائي صار، فبيعطيها حظوظ افضل. بالنسبة لوضع الصحي، السنة عندها انشغالات بأمور صحية استشفائية، حتى مالية عقارية. إن شاء الله بأمور الصحة بتبلشي تتحسني بشهر كانون الأول، يعني في فرص كتير للتحسن، ما تخافي. نقاط ضعفة عندها أوجاع الظهر، عندها شيء تناسلي، عندها فقر الدم، عندها الشرايين القدمين، يعني عندها كتير سلام ده نقاط ضعف بحياتها، وعندها بدها تنتبه من السكر كمان. هدول نقاط ضعفها بكل حياتها لرؤى، سلامتها إن شاء الله مع قلب الشر. دائما تقرأ الشافي مشان صحتها. بدنا نتمنى لها الصحة والعافية، ونقول لها الحمد لله على السلامة لرؤى ولفاطمة. بدنا نقول لها يسعد صباحك. صباح الخير. أهلين يا فاطمة، صباح النور. تفضلي. لو سمحتي بدي أحكي مع الست معنا. عن مين بدك تسألي؟ عن أختي. تفضلي. سوزان بنت عزيزة. بنت عزيزة مواليدها لسوزان؟ 24/9/92. 24/9/92. وعن زوجة؟ أيوة. 15/1/91. اسمه واسم والدته؟ رضا ابن وسيلة. ابن وسيلة. أهلا وسهلا فيكي. شو بدنا نقلها لسوزان بنت عزيزة مع رضا أول شيء قبل ما نعطي المواليد؟ سوزان ورضا. 12/12/18/20/28/35
هلا الحمد لله ارقامهم حلوه، يعني لو صارت اشكالات بيناتهم فارقامهم حلوه بيضلوا ان شاء الله مع بعض. هو اسمه متعب من السوق. نتمنى لهم التوفيق. هلا سوزان بنت عزيزه مواليدها 24/9/92. ما تخافي يا سوزان، حظوظك كثير حلوه ولكن اسمك متعب، يعني اذا بتقول له يا حياتي كانه عم تقول له كلمه معنى منيحه، يعني بدها تنتبه كثير لهالنقطه. اسمك كثير متعب عاطفيا مع انه ارقامهم حلوه، ولكن تعب اسمها عم ياثر على علاقاتهم. ولكن هي السنه سنتك يا سوزان، استغليها اجمل استغلال، فيها حظوظ كثير حلوه لك. لنشوف عمل فردي اذا هو المؤثر 18/20/24. اذا صارت مشاكل لانه في قعدوا على بساط احمد يحلوا اموركم بصراحه، لانه السنه الجايه رح تتعب عاطفيا اكثر من هي السنه، لا تنتبه كثير. شو بدنا نقول لزوجها رضا ابن وسيله مواليده 15/1/91؟ هلا بالنسبة لرضا عنده خطوتين عاطفيتين بحياته، بدقق كثير على التفاصيل الصغيرة، أي شيء يبدأ وقبل عمر 32 يؤدي للفشل، يعني يبوء بالفشل. إذا كان بتحسي إنه إذا كان لون عيونه بني فعنده غنى بحياته كثير كبير لرضا، وشه خير على الآخرين أكثر ما إنه على حاله. وهي السنة سبعة سنة متعبة ورح تتابع هي مع سنة الجاي متعبة، فكتير بدنا ننتبه على أوضاعهم حتى ما توصل الله يقدر لطريق مسدود. أكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. ومعنا اتصال. ألو، ما في اتصال هلا. خلينا نحكي عن الحرف المناسب لهي الفترة يا معلق. هلا حرف المناسب هاي الفترة هو حرف السين. حرف السين، ولكن بدنا نعرف الاختيار لانه في مو كل الاسماء يلي ببلش مو سوزان يعني. لا لا سوزان ولا سوسن، مع احترامنا لكل شيء اسمهم هيك فبيعطيهم تعب. ففي اسماء سماح، سهير، سهى، كمان سماح شوي متعب. سهى يعني ساره مثلا منيح، في سميره متعب، سمر متعب، يعني هدول الاسماء. لو سمحتي شو هي الاسماء اللي مانا متعبه معلق؟ هلا مثلا في عندك سندس كمان شوي متعب يعني، بس حظوظه افضل من من الاسماء الثانيه. في مثلا عندك سندس، في ساره، في مثلا ساري، ساريا مثلا، هدول الاسماء بيعطون حظوظ. مثلا سما كمان حلو الاسم كثير فبيعطيهم حظوظ. اما في اسماء انه حرف الميم ولكن مثلا ارتفع بالالف فعطى حظوظ. اما مثلا سماهر انا بنصح ما حدا يسمي هالاسماء هاي، مع احترامنا لكل شيء اسمهم هيك، لانه عم يعطوهم التعب العاطفي بحياتهم او العائلي. فيحاولوا انه قد ما فيهم يختاروا اسماء حظوظها حلوه لو كانت تبدا بحرف السين. هلا كل حدا بحرف السين عنده يعني، حتى لو كان العلاقة الكنية ام علاء اذا كان لا لا فهلا بهالفرصة الكام يوم هدول حرف السين كثير محظوظ، حتى لو اسمه سيء، لو اسمه سيء بياخذ حظوظ بهالفترة ان شاء الله. للكل بدنا نتمنى له التوفيق، وإليك بدنا نتمنى لك الصحة والعافية. نورتينا ام علاء، اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك. اهلا واوقاتك يا رب، اوقات زينة، يسعد صباحك جميع اللي معنا وصباحكم يا رب. يسعد صباحك وشكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك.